بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اليهود بعضهم كان يعتقد بأن يد الله مغلولة وأنه كتب ما سيقع في العالم إلى القيامة والجنة والنار فعلى ما كتب يقع وترك الأمور وقالت اليهود, وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم مبسوطتان وبعض اليهود كان يعتقد بأن الله عز وجل له لوح المحو والإثبات فقد يكتب أمرا ثم يغير ذلك الأمر فمن هنا كان اعتراضهم على ما فعل جبرائيل أن جبرائيل عندما منع النبي دانيال من قتل بخت نصار لأن لأن جبرائيل قال له لو كان الله عز وجل قد كتب على هذا الولد الشاب الضعيف أن يفعل ما يفعل بكم وببني إسرائيل فلا تتمكن من تغيير إرادة الله عز وجل وإن لم يكتب الله لهذا الشاب ذلك فتقتله وهذا القتل يكون قتله رجل بريء شاب بريء وهذا ما أقنع النبي دانيال بالرجوع ولذلك يعادون جبرائيل لما المعادات قالوا لأن الله له المحو والاثبات، يثبت امرا ثم يمحيه. فقد يكون كذلك يعني قد يكون الله عز وجل قد كتب يعني لا نكذب الله في ذلك قد كتب لبني اسرائيل ولبخت نصر ان ياسرهم ويقتلهم يقتل بني اسرائيل ويأسرهم ولكن يمكن الله يغير ارادته. باراده النبي دانيال، يعني دانيال عندما اراد قتله ان قتله فتتغير الاراده الالهيه، يعني يظهر تغير للاراده الالهيه بذلك. هنا نقول بان الله عز وجل حكمه وقضاؤه الى مراتب. المرتبه الاولى القضاء الذي سيتنجز ان لم تخالفه المشيئة يعني بعض الأحيان أكو قضاء من الله قضاء أمرا ولكن المشيئة قد يعني مشيئة الله قد تقف أمام قضائه هذا هو اللوح المحو الإثبات الله أثبت أمرا ولكن هذا الأمر معلق على عدم مشيئته بخلاف ذلك الأمر ومشيئته كيف تتعلق بخلافه قد يجعل موانع لما اثبته قواطع مزاحمات وهذا من السنن الالهيه بالكون الكون ان المصير مو فقط بيد الله مصير الانسان بيد نفسه ايضا يعني الانسان هو الذي يغير مصيره كما في الايات المتعدده والروايات المتواتره فهذا القسم الاول فكيف لله عز وجل ان يبدو له في ذلك اصلا هو ما كان قضاء محتوم كان قضاء معلق، معلق على عدم مشيئته وتلك المشيئة قد تتغير المشيئة الإلهية ببداء له قد تتغير المشيئة الإلهية بدعاء العبد دعاء العبد له تأثير في القضاءات غير المبرمة لاحظوا بعض الآيات والروايات استغفروا ربكم إنه كان غفارا هذا الرجل المذنب الليل، الله كتب عليه النار بالاستغفار يغفر له وتتغير معصيته إلى حسنة في بعض الأحيان كما في الآية المباركة يبدل الله سيئاتهم حسنات في الآية الأخرى أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم الإنسان هو الذي يقرر مصير نفسه مو بيد الآخرين يغير نفسك الله يغير ما بك من حال ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم المصير مصيرك والامر بيدك. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، شوفوا هذا المفروض يكون فقير هكذا قضى الله وقدره ولكن ان لم يتق الله وان اتقى الله فالله يرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره. قد جعل الله لكل شيء قدرة الآية الأخرى لئن شكرتم لأزيدنكم فإذا زيادة الرزق زيادة الرحمة الإلهية منوطة بشكر الإنسان فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون يعني لولا تسبيحه لبقى النبي يونس على نبينا وآله عليه السلام في بطن الحوت إلا أنه أكثر من التسبيح فغير الله وأخرجه في قضية ظهور النبي موسى على نبينا والي عليه السلام كان المفروض تأخر إلى أربعمائة سنة إلا أنهم بدعائهم بني إسرائيل قدموا وظهر موسى أسرع مما كان مقدرا لهم بدوان في قضية قوم يونس أيضاً فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزية في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين النبي موسى نبي الله أخبر أو ما هو بالعذاب وقال فلنخرج العذاب آت لا محالة وينزل عليكم مع ذلك هؤلاء مع أن النبي أخبرهم بذلك وهنا نقطة نذكرها من العلامة المجلسي نقطة جيدة في حكمة اللوح المحو والاثبات شنو الحكمه من ذلك؟ فنذكر ان شاء الله بعض الحكم في ذلك النبي يونس يخبرهم بنزول العذاب الا ان الله لا ينزل عليهم العذاب لانه لان القضاء والقدر مقدر على ومعلق على عدم مشيئته عز وجل وهنا تحققت مشيئته بدعائهم وباستغفارهم وبتوبتهم الى بارئهم بان يبعد عنهم ويمهلهم الى حين الكليني رضوان الله عليه ينقل رواية عن الإمام الكاظم سلام الله عليه عليكم بالدعاء فإن الدعاء لله والطلب إلى الله يرد البلاء وقد قدره وقضيه ولم يبق إلا إمضاؤه فإذا دعي الله عز وجل وسئل صرف البلاء صرفة الله المفروض على أن يمضي البلاء ولكن إن دعي لا يتم الإمضاء والبلاء يذهب وكذلك الصدقة روايات متواترة في هذا الميدان إذن لنا لوح المحو والإثبات يمكن هو هذا القضاء غير المبرم نسميه أيضا هناك أيضا القضاء المبرم الذي أثبته الله عز وجل وأخبر به أنبياءه هذا ما يتغير إنك ميت وإنهم ميتون يمكن واحد يجي يقول يبدو لله في قضية موت البشر أبدا هذا قضاء مبرم قاله الله عز وجل لأنبيائه الارض لله يرثها عبادي الصالحون ايضا هذا من القضاء المبرم لا يتغير يمكن واحد يجي يقول هل يبدو لله في ظهور الامام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف كلا لا يبدو لله في ذلك هذا من قضائه المبرم الذي اخبر انبياءه واولياءه ورسله بذلك وهذا ما يتغير ولا يبدو لله فيه شيء لاحظوا هسه او نذكر العناوين بعدين نقرا الروايات نطبقها على هذه العناوين اذا لوح المحو الاثبات القضاء الحتمي الذي اخبر الله عز وجل انبياءه بانه قضاء حتمي القسم الثالث اللوح المحفوظ اللوح المحفوظ هو العلم المخزون لله عز وجل اللوح المحفوظ هو ام الكتاب القضاء القطعي بعد لا شك في ذلك ولا يعلم بذلك أولياؤه قد لا يخبر اوليائه يكون في علمه هذا ايضا هل يتغير هذا ام لا يتغير ذكرنا قبل عده جلسات بحث بان الطائفه يرون بان اللوح المحفوظ هذا ما لا يجري فيه البداء وانما البداء من شأه اللوح المحفوظ يعني لماذا يبدو لله في امر لما كتبه في اللوح المحفوظ مو يبدو له فيما هو في اللوح المحفوظ اذا هذا اللوح المحفوظ ونذكر بعض الروايات ايضا فيه وعندنا الوعد طبعا قلنا بان بعض اهل الاخبار والروايات من المتاخرين من اصحاب مدرسه مشهد المقدسه هؤلاء يرون ان البدا حتى في اللوح المحفوظه يجري وهناك بعض الروايات تشير إلى ذلك فيحتاج إلى حل بيان الروايات وهناك قسم أخير هذا لا يجري أيضا فيه البداء قطعا على كل المباني وهو الوعد إن وعدك الله بشيء فلا يخلف وعده خلاص لا يخلف وعده الوعيد الله يخلفه الوعيد يعني الإعادة بالنار بالعذاب بالشقاء هذا يمكن أن يتغير أما الوعد بالجنة وبالثواب وبالرحمة هذا الله لا يخلف هنا أيضا مدرسة مشهد تتفق على أن البداء لا يحصل في هذا القسم إنما الخلاف في أن البداء يحصل في اللوح المحفوظ والعلم المخزون وأم الكتاب أم لا اللي احنا بينا في البحث السابق أنه الظاهر أن البداء لا يحصل في هذا أيضا في هذا القسم لاحظوا هسه بعض الروايات نذكرها في الايه المباركه وما كان لرسول ان ياتي بآيه الا باذن الله لكل اجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت هذا لوح المحو والاثبات وعنده ام الكتاب هذا اللوح المحفوظ اللي هو العلم المخزون هذه الايه ناتي الى الروايات يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه لولا آية في كتاب الله لأخبرتكم بما كان وما يكون وما هو كان إلى يوم وما هو كائن وما يكون إلى يوم القيامة هذه الآية المباركة يمحو الله ما يشاء ويثبت وفي رواية أخرى لأخبرتكم بما يكون حتى تقوم الساعة إلى تلك الفترة وهذا هو القضاء اللي معلق على عدم مشيئة الله بخلافه في تفسير القمي عن الإمام الباقرة والصادقة والكاظمة عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام فيها يفرق كل أمر حكيم أي يقدر الله كل أمر من الحق ومن الباطل وما يكون في تلك السنة وله فيه البداء يبدو له في غير ذلك والمشيئة يغير يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء من الآجال والأرزاق والبلايا والأعراض والأمراض ويزيد فيها ما يشاء وينقص ما يشاء هذا ماذا؟ هو اللوح المحور والاثبات في ليله القدر يكتب يقضى يقدر ولكن لا يمضى يبقى الامضاء على فعل العبد على دعاء العبد على ما يصدر من العبد وعلى المشيئه الالهيه لم ذلك؟ اللوح المحور والاثبات شنو حكمه؟ اولا هذا بصيص امل للمذنبين. اذا واحد اذنب يقول يمكن الله كاتب في اللوح المحفوظ انه انا اتوب يمكن اكون صالحا عاقبه امري تكون الى خير فهذا بصيص امل وهذا مهم لذلك سبق وان قلنا ما عبد الله بشيء مثل البداء لانه واحد يجعل نفسه متمسك بالرحمه الالهيه وباللطف الالهي ما دام يشوف اكو بداء في لوح المحو والاثبات. هذا نقطة. النقطة الثانية التي يذكرها العلامة المجلسي في المجلد الرابع من البحار، يقول أن يظهر للملائكة الكاتبين أو أن يظهر للملائكة الكاتبين في اللوح المحفوظ والمطلعين عليه أن يظهر الله عز وجل لطفه بعباده وإيصالهم في الدنيا ما يستحقونه فيزدادوا به معرفة. بعض الملائكة ينظرون الى اللوح المحفوظ اكو في بعض الروايات ان اللوحه ملائكه وان القلم نور وهو ملائكه ايضا هذا القلم فاللوح مو كالالواح اوراق او خشب او جلود مثلا لغزلان لا ملك اسمه اللوح الله كتب فيه ما كتب والقلم ايضا ملائكه فهو هذا الملك اللي مطلع على ما كتبه الله فيه او من يطلع من الملائكه على ما كتب الله في اللوح، هؤلاء يرون لطف الله ان الله عز وجل اعطى لل لمن يستحق بمقدار استحقاقه. لطفه بعباده وايصالهم في الدنيا ما يستحقونه. النقطه الاخرى ان الله عز وجل يقول للناس ان لاعمالكم الحسنه تاثير. لصدقتكم تأثير، لدعائكم تأثير، مو الأمور خلاص منتهية. أنت إذا عندك أمل أنه في المحكمة هذا المحامي يدافع عنك وتسترجع حقك. وأنت إذا مأيوس، تشوف خلاص القاضي حاكم، أنا شنو آخذ المحامي وأروح؟ فأروح عند القاضي إما يحكم لي بحقي أو علي. فما عندك بعد ذوق أن تأخذ المحامي معك. الله عز وجل قدر كذا ادعو او لا ادعو لا فرق في ذلك لا هذا وانما يقول بان للاعمال الحسنه تاثير في ما يستحقونه وللامور السيئه ايضا تاثير شيء اخر ايضا هذا افتتام للانبياء وللمرسلين النبي يجي ويبين النبي يونس راح ينزل عليكم العذاب وفي امان الله اللي يجي وياي ويؤمن بي الله ينقذه بعد ما ينزل العذاب حتى النبي يكون خاضع للاراده الالهيه وهذا متحال للنبي في تلك الروايه انا سابقا شايفها يمكن في البحار يمكن النبي عيسى كان اخبر بان العريس والعروس يموتان هذه الليله في فراشهما ثاني يوم راحوا الاصحاب مع النبي عيسى ظهر النبي عيسى كان على نبينا وعليه وعليه السلام فطرق الباب العريس فتح الباب الرجل فتح الباب ها استغربوا اصحاب النبي الحوارين اللي كانوا مع النبي يعني النبي اخطا في اخباره لا قطعا ما يخطئ فكيف فالنبي قال ما الذي فعلته؟ قال البارحه احنا على سفره الطعام اتتنا محتاجه فقدمنا لها طعامنا قال النبي هو هذا الذي دفع عنكم الموت فازاحوا الفراش اللي كانوا نايمين عليه واذا بحيه تحت الفراش ميته. كان المقدر انه هذه الحيه تلدغهما فيموتان ولكن للصدقه التي تصدقوا بها هذا الطعام الله دفع عنه ان هو النبي راح يوقف في موقع صعب ولكن هو هذه الاراده الالهيه يجب ان تستسلم للاراده الالهيه اخبرك بامر وبعد ذلك تغيرت مشيئته لمصلحته وهو هذا ايضا لتعليم الناس اكثر فما يذكره العلامه ايضا يقول تعليم الانبياء وال طبعا هذا بعبارتي هو هذا الحاصل الذي ذكرته مما ذكره العلامه المجلسي رضوان الله عليه اذا هناك مقتضيات موانع قواطع هذا هو اللوح المحو والاثبات او القضاء غير المبرم القسم الثاني هو القضاء الذي اخبر بوقوعه النبي من الانبياء هذا ما يتغير يقول الصدوق الإمام الرضا صلى الله عليه في روايته لسليمان المروزي العلم علمان فعلم علمه الله ملائكته ورسله فما علمه ملائكته ورسله فإنه يكون ولا يكذب نفسه الله لا يكذب نفسه علمه بعد ذلك يكذب هذا القضاء المبرم أو اللوح المحفوظ ولا ملائكته ولا رسله وعلم عنده مخزون لم يطلع عليه أحد من خلقه يقدم منه ما يشاء ويؤخر ما يشاء ويمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء مثل انك ميت وانهم ميتون وما الى ذلك اذا هذا حكم كل امر بيد الله قبل ان يبينه في هذا اللوح المحفوظ هذا مبين بس نرجع على الروايه انتم تعادون جبرائيل سلمان يتصدى للجواب الرواية مفصلة نذكر جزء منها يتصدى للجواب يقول يعني هل تريدون أن تثبتوا بأن جبرائيل أن هذا كان حكم إلهي أم لا أن بخت نصر سيقضي على بني إسرائيل ويأسر هذا حكم إلهي ولا إذا حكم إلهي جبرائيل لينفذ الحكم الإلهي فما بكم هذا مطيع لله عز وجل إذا مو حكم إلهي يعني إذا تكذبون أن بخت نصر كان المفروض أن يقتلكم ما يعقل أن أنه تخرجون أو تريدون أن يخرج دانيال ليقف أمام الحكم الإلهي بذلك هذا ما لا يكون فهنا يعني هؤلاء جعلوه ضمن دائرة المحو الإثبات مع أن قضية بخت نصر لم يكن ضمن دائرة المحو الإثبات كان ضمن دائرة القضاء الحتمي المبرم اللي أخبر ما دام انتم عندكم علم تقولون السابقين اخبروا بذلك فهذا هو القضاء الذي اخبر الله انبياءه ولا يكذب الله نفسه ولا يكذب انبياءه في القضاء المخبر فانتم يعني هذا المصدق اخطات فيه لذلك قضيتكم مع جبرائيل قضيه متوهمه طبعا اكو بعض الروايات الأخرى في هذا الميدان أن الله لم يزل عالما قبل أن يخلق الخلق في رواية الإمام الرضا أيضا للسليمان المروزي هذا قضاء الله الذي لم يطلع عليه أحد من خلقه والبداء لا يقع هنا يعني في اللوح المحفوظ القضاء الذي لم يطلع عليه أحد من خلقه بل منشأ البداء هنا من هنا يظهر البداء الله جعل في اللوح المحفوظ هذه الامور ومن هنا يظهر البداء في اللوح في لوح المحو والاثبات ان لله علمين علما مخزونا مكنونا لا يعلمه الا هو من ذلك يكون البداء وعلما علمه ملائكته علمه ملائكته ورسله وانبيائه و علماء اهل البيت عليهم افضل الصلاه وازكى السلام. لاحظوا الروايه فقال ابن سوريا صدقته خصله بقيت لي ان قلتها امنت بك واتبعتك شنو الخصله؟ السؤال الاخير اي ملك ياتيك بما تقوله عن الله عز وجل؟ فقال جبرائيل قال ابن سوريا ذاك عدونا من بين الملائكه ينزل بالقتل والشده والحرب ورسولنا اللي نعتقد به ميكائيل ياتي بالسرور الفرح البهجه والرخاء، سعة العيش، حسن الحال. فلو كان ميكائيل هو الذي يأتيك آمنا بك، لأن ميكائيل كان مسدد ملكنا، وجبرائيل كان مهلك ملكنا، فهو عدونا لذلك. فقال له هنا سلمان الفارسي تصدى للجواب في محضر رسول الله صلى الله عليه واله. فقال له سلمان الفارسي رضي الله عنه: وما بدء عداوته لكم؟ يعني أي وقت؟ من متى بدأت عداوة جبرائيل لكم قلوا نشوف شنو توهماتكم بينوها قال نعم يا سلمان من هذا ابن سوريا العبد اليهودي نعم يا سلمان آدانا مرارا كثيرة وكان من أشد ذلك علينا أن الله أنزل على أنبيائه أن بيت المقدس يخرب على يد رجل يقال له بخت نصر وفي زمانه هذا الله هكذا أوحى وأخبر وأخبرنا يعني الله بالحين الذي يخرب فيه لماذا يخرب البيت المقدس أخبرنا بالزمان والله يحدث الأمر بعد الأمر هذا لوح المحو والإثبات الله يغير هذا الذي ثبت وأنه غلت يداه لا يغير ما يشاء فيرحم ما يشاء ويثبت فلما بلغنا ذلك الخبر الذي يكون فيه هلاك بيت المقدس بعث اوائلنا ابانه رجلا من اقوياء بني اسرائيل وافاضلهم نبيا يعني حال كونه نبيا هذا الرجل كان يعد من انبيائهم يقال له دانيال في طلب بوخت نصر ليقتله فحمل معه وقرى مال يعني مقدار كثير من المال هسه حمله؟ حتى يمكن يشتري به سيف، يمكن يجهز به جيش مثلا ان ذلك، فدانيال اخذ معه مقدار كبير من المال. لينفقه لي في ذلك يعني في القتل. فلما انطلق في طلبه لقيه بباب الغلام ضعيفا مسكينا ليس له قوه ولا منع يعني لا ليست له المنع يعني العز والقوه ما عنده قوه ما عنده من يحمون عن شاب ضعيف فأخذه صاحبنا ليقتله النبي أخذ وحمل السيف يمكن وجر السيف أخرج السيف من الغمد ليقتله فدفع عنه جبرائيل وقال لصاحبنا إن كان ربكم هو الذي أمر بهلاككم فإن الله لا يسلطك عليه إذا هذه إرادة إلهية فأنت ما تقدر تقتله وان لم يكن هذا اذا هذا الشاب مو نفسه غير اللي راح ي... الله يسلط عليكم وان لم يكن هذا فعلى اي شيء تقتله ليش تقتله؟ فصدقه صاحبنا يعني قبل كلامه تصديقه يعني قبول كلامه وتركه بخت نصر ورجع الينا فاخبرنا بذلك بما اخبر به جبرائيل وقوي بخت نصر وملك وغزانا وخرب بيت المقدس فلهذا نتخذه عدوا وميكائيل عدو لجبرائيل بس شنو الدليل على ذلك ان ميكائيل عدو لجبرائيل لم يقيموا دليلا على ذلك وثم هذا في تصوراتهم الباطلة وفي أخبارهم المكذوبة أن ميكائيل ينزل عليهم بالرحمة وسعة العيش والحال فقال سلمان يا ابن سوريا فبهذا العقل المسلوك به غير سبيله ضللتم الله ظل الإنسان العقل أن يتخذ الطريق الصحيح والسليك والمسلك الأقوى فأنتم عندكم عقل ولكن ما تستعملون العقل لذلك ضللتم ملتم عن الطريق الحق حرفتم عن عن الهدى أرأيتم أرأيتم أوائلكم كيف بعثوا من قتل من يقتل بخت نصا هؤلاء تقولون آباءنا بعثوا مجموعة ليش بعثوا مجموعة وقد أخبر الله تعالى في كتبه على ألسنة رسله أنه يملك ويخرب بيت المقدس شلون هذول بعثوا أرادوا تكذيب أنبياء الله في إخبارهم هاي الحالة الأولى هذا كذب هذا الخبر الذي نقلوه الانبياء عن الله كذب محض او اتهموهم في اخبارهم اتهموهم يعني قالوا اخطاوا لا لم يكذبوا لم يتعمدوا الكذب وانما اخطاوا في ذلك او صدقوهم في الخبر عن الله الصوره الثالثه بعد ماكو صوره الرابعه اما كذبوا او اخطاوا او لا هم صادقون فيما يقولونه ولكن فلنقف امام الله عز وجل خلي دانيال يقتل بخ نصر حتى الاراده الالهيه لا تتحقق وهذا كفر بالله او صدقوهم في الخبر عن الله ومع ذلك ارادوا مغالبه الله عز وجل ان يغلبوا الله في ارادته وهل كان هؤلاء ومن وجهوه يعني وجهوا دانيال الا كفارا بالله في الصور الثلاثه هم يكفرون إن قالوا بأن النبي يكذب أو يخطأ أو يصدق ولكن مع ذلك فلنغير ونغلب الإرادة الإلهية وأي عداوة يجوز أن يعتقد لجبرائيل وهو يصده يصد دانيال عن مغالبة الله عز وجل وينهى عن تكذيب خبر الله تعالى فقال ابن سوريا قد كان الله تعالى أخبر بذلك على ألسنة أنبيائه ولكن صحيح أخبر ولكن هناك صورة رابعة، ولكن يمحو ما يشاء ويثبت، هذا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين